صباح الخير، كيف حالكم؟ أذكروا بالدرس 16، الدب والقرد. الأسئلة: من ترك كيس كرز؟ ماذا ترك كوكو؟ ماذا فعل كوكو؟ جواب: ترك كوكو كيس كرز. اكتشفنا حرف الكاف بترك ك، كوكو كو، كيسة كي، كرز ك. والكاف مع المصوتات الفتحة والضم والكسرة: ك فتحة ك، ك ضمة كو، ك كسرة كي. أكمل حرف الكاف مع أحرف المد أو المصوتات الطويلة: الألف الواو الياء: ك ا ك، ك او كو، ك اي كي. أكمل صفحة 91: ك منفصلة، ك متصلة. أقرأ المقاطع الصوتية: ك ك، كي كي، ك كو، كي ك. أقرأ الرسوم: كلب، كوب. أسماك: كلب، كوب، أسماك. أجمع حرف الكاف مع الأحرف السابقة ثم أقرأ: ك س ر، كسر. ت ر ك، ترك. كي ت ب، كتاب. وبدي أخبركم إنه ك والس والر وقت اللي اجتمعوا وصاروا كلمة كتبناهم متصلين، يعني كسر ت لوحدة والر لوحدة والك الكلمة، ترك ت اتصلت بالر والك منفردة، كي ت ب الكي اتصلت بالت والب منفصلة في آخر الكلمة. إذن أقرأ الكلمات: كسر، ترك، كتاب. أقرأ الكلمات والجملة التالية: كسر، كوب، كتاب. هذه كلمات. أقرأ الجملة: ترك كوكو كيس كرز. تتألف من عدة كلمات هذه الجملة وتنتهي بنقطة، ودائما أبدأ القراءة من اليمين إلى اليسار وكذلك الكتابة. أعيد القراءة: كسر، كوب، كتاب، ترك، كوكو، كيس، كرز. أنتقل إلى دفتر التطبيق والدرس 16، الدب والقرد. تمرين رقم 1: ألفظوا اسم الرسم وألونوا بالأخضر دائرة في كل مرة أسمع الصوت ك مع المصوتات الفتحة والضمة والكسرة ومع أحرف المد: ك كو كي، ك كو كي. الرسم الأول: كتاب، سمكة، تفاحة. تمرين رقم 2: ألون الك منفصلة بالأحمر وألون الك متصلة بالأخضر: شباك، بركة، برك، كرز. بشباك وبرك عند الكه منفصلة بالأحمر، ببركة وكرز الكه متصلة بالأخضر. تمرين رقم 3: ألونوا بالأحمر الكه متصلة في أول الكلمة وألونوا الكو متصلة بالأخضر: كتب، الكو
باللون الأخضر، كرتون ك بالأحمر، حركة لا ألون الك المنفصلة في آخر الكلمة. أنتقل إلى التمرين رقم 4، ألون بالأحمر ك منفصلة في آخر الكلمة، وألون الكو منفصلة بالأخضر. ترك الك منفصلة بالأحمر، يحوك الكو منفصلة بالأخضر، كرز هنا الك متصلة لا ألونها. تمرين رقم 5، أربط المقطع الصوتي كو أو كو أو الحرف ك متصل في آخر الكلمة بالكلمة التي تحويه. إذا كانت موجودة بالكلمة الحرف بربطها مع المقطع الصوتي. الرسم الأول، سمك ك متصلة في آخر الكلمة بربطها مع الك متصلة في آخر الكلمة. كرة كو وعلى رأسها ضمة مع الكو الحرف، بربط كرة مع حرف الكو اللي على رأسه ضمة. انتقل إلى صفحة 68، ك منفصلة ك متصلة. رقم 6، أتبع السهم وألون، حرف الكاف منفصل في آخر الكلمة، ولا أنسى أن ألون الهمزة. شباك. رقم 7، أكتب ك كتابة حرة، ك ك ك ك. رقم 8، أتبع السهم وأعيد رسم الحرف المكتوب، ك ك ك كو كو كي. رقم 9، أنسخ مثل تحت بخط جميل ومن اليمين إلى اليسار، ك كو 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 كي كي. ترك كو كو شباك كرز. صفحة 69، ك منفصلة ك متصلة. رقم 10، أضع إكس على الكلمة الدخيلة في كل مجموعة. الك الكلمة التي لا يوجد فيها حرف الكاف. ترك شباك رجال، إذن كلمة رجال هي الكلمة الدخيلة، أضع إكس. حرف اللام ل، جبال حبال شباك. شباك لا يوجد فيها حرف اللام، هي الكلمة الدخيلة، أضع إكس. أنتقل إلى رقم 11، أضع مكان النقط كو أو ك متصلة في أول الكلمة أو ك منفصلة في آخر الكلمة. من يتذكر ما اسم الدب؟ كو كو. إذن أكتب كو مكان النقط تحت الرسم الأول. كرز، ك متصلة في أول الكلمة وعلى رأسها الفتحة. شباك، ك منفصلة في آخر الكلمة ولا أنسى الهمزة على الك. أنتقل إلى رقم 12، ألون المربع أمام الجملة المناسبة للرسم. الجملة الأولى، ترك كوكو كيس كرز، رمى كوكو القردة بحبات الكرز. ماذا أرى في الرسم؟ أربط الجملة المناسبة مع الرسم.
رمى كوكو القردة بحبات الكرز. رقم 13 املاء، ولا انسى ان اكتب الاملاء في البيت. ترك كوكو كرز شباك. قسيمة التقييم صفحة 70، مراجعة الأحرف التالية: الب ت ن ج الح ل الك. تمرين رقم 1، أضع مكان النقط الب أو الت أو الن بالشكل المناسب، أي في أول كلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. الرسم الأول، أقرأ: سيتار، ت متصلة في وسط الكلمة يعني ماسكة بالإيدين. حبوب، الب متصلة في وسط الكلمة كمان ماسكة بالإيدين. جنود، الن متصلة في وسط الكلمة وماسكة بالإيدين. رقم 2، أضع مكان النقط تا أو النا أو الباء. رسم الأول، با ب، أضع الباء. رسم الثاني، تا ج، أضع تا. رسم الثالث، نار، أكتب نا. رقم 3، أضع دائرة حول اللّه منفصلة في آخر الكلمة ومستطيلا حول اللّه متصلة في وسط الكلمة، أي أفق عمودي أفق عمودي. جبال، اللّه منفصلة في آخر الكلمة أضع دائرة. شباك، لا يوجد حرف اللام، لا أضع شيء. عليل، له متصلة في وسط الكلمة أضع مستطيلا حولها. سلال، أرى له متصلة في وسط الكلمة أضع حولها مستطيلا وأضع دائرة حول له منفصلة في آخر الكلمة. أكمل صفحة 71، تمرين رقم 4، أضع مكان النقط الع أو الج أو الح بالشكل المناسب، أي في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، متصل، منفصل. أبدأ الرسم الأول، درج، أكتب الج ولا أنسى النقطة، منفصلة في آخر الكلمة. شموع، أكتب الع منفصلة في آخر الكلمة. تفاح، أكتب الح منفصلة في آخر الكلمة. الرسم الرابع، حلوب، الحاء متصلة في أول الكلمة وعلى رأسها الفتحة. الرسم الخامس، دجاج، أكتب الج متصلة مكان النقط ولا أنسى النقطة. الرسم السادس، ساعة، أكتب العاء متصلة وعلى رأسها الفتحة. أعيد القراءة، درج، شموع، تفاح، حلوب، دجاج، ساعة. تمرين رقم 5، أضع مستطيلا حول الكه متصلة في آخر الكلمة ودائرة حول الكه متصلة في أول الكلمة. كتب، الكو متصلة في أول الكلمة أضع دائرة. كوب، الكه متصلة في أول الكلمة أضع دائرة. كعك، الكا متصلة في أول الكلمة أضع دائرة وأضع مستطيلا حول الكه متصلة في آخر الكلمة بكلمة كعك. سالك، الكه متصلة في آخر الكلمة
أضع حولها مستطيلا. صفحة 72 مراجعة الأحرف الب ت ن ج ح ل والك. رقم 6 أضع مكان النقط ل بالشكل المناسب، متصل منفصل في أول كلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة. رسم الأول لو ز، أكتب ل متصلة في أول الكلمة وعلى رأسها الفتحة. الرسم الثاني تلا ل، أكتب ل منفصلة في آخر الكلمة لوزة تلال. رقم 7 أضع مكان النقط الك بالشكل المناسب، في أول كلمة وسط الكلمة متصل منفصل. الرسم الأول شباك، الك منفصلة في آخر الكلمة ولا أنسى الهمزة. الرسم الثاني كلب، الكاء متصلة في أول الكلمة وعلى رأسها الفتحة. إذن شباك كلب. رقم 8 أضع مكان النقط ل أو ك بالشكل المناسب. الرسم الأول كوب، أكتب الك متصلة في أول الكلمة. الرسم الثاني أسماك، أكتب الك منفصلة في آخر الكلمة ولا أنسى الهمزة. الرسم الثالث جبل، ل متصلة في آخر الكلمة. أقرأ كوب أسماك جبل. إلى اللقاء.